عن التطوع. التطوع اليوم ما شاء الله الرؤية جسدته في معالم كثيرة، لكن تأتي مثل هذه الأحداث لتقول لنا أن التطوع كذلك واجب وطني. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ من قصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمرأة اللي لقبت بالإمرأة السوداء اللي كانت تكنس المسجد وتنظفه، مجرد ليلة واحدة أتى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فرأى الأثر في اختلاف، فسأل عنها، قالوا ماتت بليل، فذهب وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وصلاته نور لها. الشاهد من هذه القصة اللي بديت فيها أنه انظر إلى عملها البسيط، تنظيف المسجد، مسجد رسول الله، فقط ساعتين أو ثلاث ساعات أحدث عدم التنظيف أثر افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث فرق. فرق. لذلك المجتمع الآن هو التطوع واجب وطني، وشعب المملكة العربية السعودية عموما هو شعب متطوع بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيهم حب خدمة الغير، خير بالفطرة بالفطرة. لكن الآن في هذه الأزمات ينبغي علينا أن نربط التطوع وهو العمل الغير مطلوب منك بسماع التعليمات والتوجيهات. جميل. فهذا هو أصل التطوع في هذه الأيام. أعظم تطوع هو أن تلتزم بما يطرح من تعليمات وأن تتحرك في نطاق المتاح والمطلوب منك. جميل. الفرقة التطوعية مشكورة، قدمت مبادرات رائعة جدا لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في الحلقة بإذن الله، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وهذا أنا أعجبني في المتطوعين، عندهم ثقافة، فقبل أن يتحرك يتصل على الصحة، يتصل على الجهات ذات العلاقة، هل مناسب أني أفعل كذا، بحيث أنه لا يكون هذا التطوع ربما خطر عليه. التطوع من الدين، التطوع من الفطرة، بفضل الله عز وجل نتجاوز هذه الأزمة بمن يعملون من الأطباء وغيرهم في الميدان وبالمتطوعين، وهذه حلقة أيضا تدعم التطوع بإذن الله. ومثل ما يقول أستاذ عبد الله، نحن مسافرون بدنيانا وأنبلنا مسافر ساعد الباقين في السفر.